الرئيس تبون اكد ان الاحتلال الصهيوني يحاول من خلال ارتكاب جرائم الاباده ازاله الشعب الفلسطيني وجوديا في ظل فشل خطير من المجتمع الدولي ومنظمه الامم المتحده في ايقاف اله الحرب الجنونيه المسلطه على شعب اعزل. يحدث كل هذا في وقت يظهر فيه المجتمع الدولي واجهزه منظمه الامم المتحده المختصه فشلا معيبا وخطيرا في ايقاف اله الحرب الجنونيه المسلطه على شعب اعزل وهو ما يضع على عاتقنا نحن دعاه السلام العادل مسؤوليه بذل مزيد من الجهود والعمل على اعلاء مبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحده وتوفير الحمايه اللازمه للشعب الفلسطيني ووضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه